مرحبا ابو احمد. اهلين ابو عادل، شلونك خاي؟ طمني عنك. والله من حمد ومنشكر على كل حال. ايش دالك خاي؟ انتو بكره طالعين شي مشوار؟ انا مشوار وانا شم هوا يا ابو عادل. والله اولادي امبارح استلموني انا وام احمد، طلبوا منا انه ما نطلع السيرانات بالوقت اللي الناس عم تطلع فيه وتطالب بالحريه والكرامه. والله غريبه، امبارح بنتي كمان حكت معي بنفس الموضوع وقالت لي انه هي ما يطالع مشاوير بهالوقت مشان ما تجرح مشاعر احرار سوريا. لك معقول يا ابو عادل انه يكون اولادنا عندهم نخوه وشهامه وغيره على اهل سوريا اكثر مني ومنك؟ معقول يكون ابني عم يشوفني عبد متواطئ مع النظام ضد شعبه الحر؟ معقول تكون الحريه بتخلي الصغير فجاه يصير اوعى من الكبير ويصيروا الكبار يسمعوا ويتعلموا من الصغار؟ اخ يا ابو احمد، عم تسالني؟ مشكلتي ومشكلتك انه نحن بكل هالعمر ما دقنا طعم الحريه، طول عمرنا كنا عبيد للنظام المستبد وحزبه، منطبل له ومنضمر له ومنطلع منهتف له بالشوارع لدرجه انه خلونا نربط اسم سوريا باسمه وكانه البلد له، وانه اذا انتهى الاسد وحزبه رح تنتهي سوريا. بس ما بصير نضل هيك طول عمرنا يا ابو عادل، يعني اجى الوقت اللي لازم نوقف فيه مع هالاحرار باي طريقه صغيره او كبيره عشان نحسن على الاقل نطلع بعيون اولادنا واهلنا بسوريا بكل عزة وكرامه. لذلك يا ابو عادل، من هلا وطالع اذا الله راد ما رح نطلع اي مشوار ممكن نجرح فيه صمود احرار سوريا، وراح نكون دائما معهم ايد وحده لنطالب بكرامتنا. وانت ايش رايك يا حلبي؟